استعداد الفريق للمباراه المقبله امام نادي الاسماعيلي، وهذه المباراه الهامه جدا بكل تاكيد. اطمنا خلاص بشكل كبير جدا، لكن بالتحديد عايز اتكلم عن صالح جمعه، لان صالح يعني بدايه عودته لما ابتدى يشارك في المباريات كان ملفت جدا ولعب بشكل مميز جدا ومستوى عالي جدا. اخر ماتشين البعض ابتدى يتكلم شويه، صالح مش هو ده صالح، مستوى قل شويه بتاع. خلينا يا جماعه نتكلم بمنطقيه، شيء طبيعي قوي قوي ان واحد كان عطشان وجعان ونفسه يلعب كوره، فبالتالي بيتالق بشكل كبير جدا رغم ان هو كان غايب بقاله فتره كبيره عن المباريات الرسميه. لكن الطبيعي والمنطقي كمان ان مستواه مش هيفضل ثابت بشكل كبير، خصوصا بعد عودته من فتره كبيره. يعني انت لما بترجع تلعب كوره كده مع اصحابك بعد مثلا شهرين ثلاثه ما بتلعبش كوره، بتلعب كويس جدا رغم ان انت بدنيا مش جاهز او حاجه، بس ده بيبقى سبب ان انت مشتاق لكره القدم، مشتاق لهذه اللعبه. ده اللي حصل مع صالح جمعه. لكن هبوط مستواه نسبيا في المباراتين الاخيرتين ده مش دليل خالص على ان صالح جمعه مستواه بيتراجع، لا، ده دليل على ان ده شيء طبيعي جدا. بعديه مباشره صالح جمعه هيكون باذن الله باذن الله بيعود للمستوى اللي هو افضل كمان من اللي عاد عليه مع بدايه مباراته مع النادي الاهلي هذا الموسم. صالح امل جمهور النادي الاهلي كبيره جدا على هذا اللاعب، وباذن الله ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه وخلال المواسم اللي جايه كمان، لان صالح ناقصه كتير جدا في الحقيقه من بطولات مع النادي الاهلي وحقق بطولات، لكن بطولات يكون شريك اساسي فيها، بطولات يكون عنصر اساسي فيها. مهم جدا ان شاء الله ان يكون صالح هذا اللاعب الاساسي المميز واللي بيساهم في كل انتصارات النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. دي طبعا احد اهداف صالح هذا الموسم، جاب هدفين تقريبا حتى الان، ده الهدف اللي كان في مرمى النادي المصري في احدى المباريات اللي كانت مهمه وحاسمه في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. لعيب محدش يختلف على امكانيات صالح جمعه اطلاقا، واكيد ان شاء الله مستنيين منه المزيد والمزيد. لكن دايما يا جماعه الفتره الحاليه لازم اللاعبين بيتعرضوا لضغوط مختلفه. هتقول لي احنا في النادي الاهلي لازم يبقوا متعودين على كده، هم متعودين على كده، لكن طبيعي ان انت تلاقي انخفاض وارتفاع في المستويات، وده شيء منطقي جدا. الاهم ان الكل يكون مساند، الاهم ان انت في مرحله زي دي عايز تاخد بطوله ما تنتقدش. ممكن تلفت النظر شويه ان اللعيب ده مستواه ابتدى يقل شويه، اللعيب ده مش عارف ايه، لكن من غير انتقاد لاذع. حاول بقدر المستطاع، انا عارف الاهلاويه بيبقوا متعصبين قوي، وده شيء طبيعي من سمات جمهور النادي الاهلي، لان هو ما بيبقاش بيقبل اي هزيمه او اي خساره لاي بطوله، لكن دايما دورك كجمهور النادي الاهلي انك تآزر تآزر لحد النهايه لغايه ان شاء الله الهدف يتحقق وهو الفوز ببطوله الدوري باذن الله. طيب ده كان كل اللي بيخص